للصحافة نصيب في فعاليات الدورة 36 لمهرجان الزيتون الدولي بالقلعة الكبرى من خلال ندوة صحافة القرب بين الممارسة والتحديات المهنية اللي تنتظم اليوم في مدينة سوسة بحضور أبرز الوجوه الإعلامية وأساتذة في المجال. متتابعي اس تي في تابعونا في هذه التغطية. السلام عليكم. السلام السلام في مهرجان الزيتونة، الزيتونة رمز السلام. مرحبا بكم في مهرجاننا العريق الناضج، 36 سنة من العمر، عمر النضج والاكتمال. مرحبا بكم في بلد الزيتونة وهي أصل العراقة، القلعة الكبرى، أرض الزياتين التي لا تموت، منها نستمد أصالتنا. شكرا لحضور كافة الأخوة الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين وكل المختصين في قطاع الإعلام. نلتقي اليوم في إطار الدورة 36 المهرجان الدولي للزيتونة والقلعة الكبرى، وبالتحديد في إطار فعالية ندوة الفكرية تحت عنوان صحافة القرب بين الممارسة والتحديات المهنية. المجتمع التحديات التونسية أكثر من صحيفة، والأعداد لا يتراجع برشا. هنا السؤال نفسه يطرح نفسه، هل هذا التراجع يعود إلى التقصير من الصحفيين، أم ذلك يعود إلى ضعف قبول التونسي على القراءة؟ وكما نرى اليوم سؤال آخر، أن الصحافة اليوم هي صحافة نجم يكون في أغلبها، هل هي معناتها صحافة تعتبر تجارية أم تعتبر معناتها صحافة محلية، معناتها تكون هادفة وتوصل المعلومة وتوصل المعرفة للمواطن؟ صحافة القرب ظهر لي يعني ما حتى حد مريض يتكلم عليها، لا اللي فوق اللي يتكلموا على التريبيون اللي في الباليوريزمون. احنا مش نتكلموا على بلادنا اليوم، مش نتكلموا على صحافة، مش نتكلموا على تنوع مصادر الصحافة اللي نسيناها كومبليتمون، خاطر اليوم راهو ما تنساوش الفيسبوك والانترنت واليوتيوب والى اخره، واللي فاتوا كاريمون تلفزيون والراديونات، وهذا يضر على بالكم به. ومن هنا 10 سنين اخرين ما عادش تسمعوا كان بالفيبر اوبتيك والانترنت. ثاني حاجه، النقطه هذه مهمه ياسر، نعطيكم نقطه ثانيه رابيدمون اللي هي السنتراليزاسيون تاع الاعلام، اللي احنا نحبوا نفجروه ونحبوا نوصلوه لبلادنا، ونحبوا نعملوا شركات اعلاميه في البلاد هذه بولادنا، ثقافتنا، تراثنا، تاريخنا، بحضارتنا، بالسبور نتاعنا، ما حتى حد ما تكلم. ثالث حاجه واخر نقطه، ولو انه المهم ياسر الموضوع، هو الميكرو يلزم يخرج من عند العباد اللي نستغلوهم احنا بروفيسيونيل، ويخرج يمشي للمواطن العادي، يمشي للمشاكل، يمشي للاقتصاد، يمشي للثقافة، يمشي للتراث، يمشي للرجال المبدعين، يمشي للناس هذوما الكل اللي ما يتحدوش وما يتوصلوش، واللي هما فريمون ما تنجمش تحصرهم في كلمتين. على خاطر كيف باش نتكلم تحب لي ساعتين، تلمون سي ريش دافوار سايل كيما هنا كيما اليوم، وكلمون جايين عباد من تونس يتكلفون على ساحلنا. وقت اللي سامحوني يعني ما عندي حد شيء، يعني نتكلم صراحة. علاش؟ ما تسألنيش علاش هذه المواصلة، علاش ما تمشيش، ما كانتش عندها استمرارية، وهذا يطرح سؤال كبير. لأنه ما زلنا إلى حد الآن، لا يعرف الموضوع مازال قايم بذاته ومازال مطروح، لأنه المركزية نتاع الصحافة في تونس سياسة ممنهجة، أم أنه وليد المجري رئيس تحرير جريدة آخر خبر وصحفي تونسي، اليوم شرفتنا في سوسة في إطار الندوة صحافة القرب بين الممارسة والتحديات المهنية. ربما ما ينجم يحكي على المجال كان أهل المجال، من خبرتك أنت أهمية صحافة القرب بالنسبة للمشهد الإعلامي التونسي، وأبرز ربما المشاكل اللي تعترض الصحف.
بالتأكيد صحافة القرب هي جوهر الصحافة وهي أم الصحافة، لأنه الصحافة خلقت لكي تكون قريبة من جمهورها وقريبة من مشاغل الناس اللي يستهلكوا المضمون الإعلامي واللي يساهموا كذلك في إنتاج المضمون الإعلامي والصحفي. نحن توا قاعدين نعيش في طفرة اتصالية، وما عادش الصحفي هو المنتج أو المسؤول الوحيد على إنتاج المضمون، هذا أصبح الجمهور هو كذلك ينتج هذا الشيء أتخافير معناتها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، عن طريق لي ريزو سوسيو. بمجرد يعني امتلاك هاتف ذكي بإمكان أي مواطن أنه ينتج روبورتاج، ينتج مضامين أحيانا ذات جودة عالية ويبثها، وبالتالي تكسرتك العلاقة العمودية بين صحافي يتحكم في الرسالة وأصبح المواطن شريك في الرسالة هذه، وبالتالي أصبح من الضروري أن المواطن يقترب قدر المستطاع من الطرف الثاني أو الشريك الثاني في إنتاج الرسالة هذيك. مبروك أول حاجة، مرحبا بك في سوسة في إطار الدورة 36 مهرجان الزيتونة. ربما أنت أكثر من النجم يعطي فكرة على تحديات المهنة الصحفية وخاصة صحافة القرب في تونس كممارسة للمهنة وكمكونة في المهنة هذه. لو كان ناخذ شنو تقييمك لتفعيل صحافة المواطنة في المشهد الإعلامي تونس؟ في الحقيقة اليوم موضوع الملتقى هو صحافة القرب، والحمد لله في تونس خاصة بعد الثورة كان هناك العديد من المؤسسات الإعلامية التي تأسست في العديد من الجهات الداخلية وأصبحت صوت المواطن داخل الجهات الداخلية. هذه المؤسسات اليوم قاعدة تعمل، وفيها مؤسسات محلية على مستوى ضيق، يعني كان هناك العديد من المواقع الإلكترونية، كان هناك العديد من تلفزيونات الويب، كان هناك العديد من الإذاعات التي تأسست في محيطها الضيق وكانت تعكس حقيقة صحافة القرب. وبالتالي اليوم نقدر نقول إنه في الحقيقة المواطن صوته ولا يوصل، وهذا مكسب في حد ذاته من الثورة التونسية. ولكن مداخلتي اليوم في هذا الملتقى تتمحور حول الصحافة الاستقصائية. هذا النمط ما زال للأسف يخطو بخطى ثقيلة في المشهد الإعلامي التونسي، وما زال حتى المراسلين وحتى المؤسسات الإعلامية التي تشتغل على صحافة القرب لم تستطع بعد أن تغوص في هذا النمط من الصحافة اللي هو الصحافة الاستقصائية. وبالتالي المطلب اليوم على حد اعتباري هو أنه نعطيه هامش أكثر للصحافة الاستقصائية حتى تستطيع أن تتطرق إلى الملفات الكبيرة، ملفات الفساد. وبشهادة الخبراء وبشهادة الجميع اليوم نحن أمام دولة مافيوزية، أمام دولة يحكمها العديد من ملفات الفساد في كافة القطاعات، لا يكاد أي قطاع في تونس اليوم يخلو من الفساد. وبالتالي اليوم المراسل في جهته والصحافي اللي هو صحافي القرب يلزم يشتغل على هذه المواضيع التي يمكن أن تغير الواقع. مدام حشادي، أول حاجة مرحبا بك في سوسة في إطار الدورة 36 المهرجان الزيتونة الدولي وفي الندوة هذه صحافة القرب ما بين الممارسات والتحديات المهنية. ربما خلينا نحكي اليوم على صحافة القرب على مستوى المؤسسات في حد ذاتها اللي تتعامل مع مراسلين اللي هم في صميم صحافة القرب. ربما فما برشة خلينا نقوله صعوبات وعوائق اللي تعترض عمل الصحفي في وسط الجهات كمؤسسات، فماش على الأقل إجراءات وإلا بوادر الحماية الصحفي هذه وتشجيعه على أنه يزيد يتعمق أكثر في صحافة القرب؟ يعطيك الصحة. بالنسبة للمراسلين اللي يمثلوا العمود الفقري متاع المواطن القوة للتلفزة التونسية، المراسلين في الجهات هما من أثمن ما تملك التلفزة التونسية. المراسلين هذوما متوزعين على الجهات الكل، التلفزة التونسية تملك أكبر رصيد من المراسلين مقارنة معناتها بالقنوات الخاصة الأخرى. الرصيد هذا مش فقط من الكفاءات ولكن رصيد من الثقة، والثقة هذه موجودة في المراسلين اللي أثبتوا في أكثر من مرة أنه هما كانوا في المستوى الأحداث والانتظارات. شفنا التمرس وشفنا المهارات متاع المراسلين هذوما في أماكن التوتر، في أحداث هزت البلاد، في التظاهرات الكبرى، في الانتخابات الرئاسية، الانتخابات التشريعية، كل الأحداث اللي عاشتها البلاد إلا وأثبت أن التلفزة التونسية تملك رصيد هام وثري من المهارات. حضرنا باش ناخذوا فكرة وباش نزيدوا نشوفوا ونتعرفوا على صحافة القرب شنية والندوة هذه، وصحيح أول مرة نحضرها
وفيها برشا حاجات جديدة الحقيقة متاع ربي. صحافة القرب بين الممارسة والتحديات المهنية كانت هذه أبرز محاور الندوة اللي صارت اليوم على هامش الدورة 36 لمهرجان الزيتونة الدولي بالقلعة الكبرى. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.